الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. كده النهاردة هنعمل الكماج. الكماج ده جميل جدا 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 وبوصفات حلوة وحاجة من البيت. معانا 4 كيلو دقيق، معانا لتر ونص من اللبن، او لو عايزة تحط لترين مش مشكلة على حسب ما هياخد منك. معانا هنا نص كيلو من السمنة وعليها 3/4 إزازة زيت، نص كيلو من السمنة عليها 3/4 إزازة زيت. معانا معلقتين كبار من الخميرة عشان الجو برد والعجين يعني يجي بسرعة. ومعانا قشطة. قشطة بقى دي سر الكماج، قشطة والزبادي دول سر الكماج الطري الجميل المورق. ومعانا كوباية من السمسم، معانا 1 بيكنج باودر، ومعانا 1 فانيليا. حبايب قلبي هنبدأ نحط الملح، معانا شوية ملح كده، وهنبدأ نحط شوية سكر كبار. يعني ده السكر، السكر ده بيخلي طعم الكماج جميل جدا جدا ومورق، وبيبقى بدي لون محمر كده للكماج. هنحط الفانيليا، الخميرة، نحط الخميرة وهنحط الفانيليا. حطينا الملح والسكر والفانيليا، لو تقدري تحطي نص كوباية سكر حطي سكر، بدي طعم جميل للكمام. ومعانا 1 بيكنج باودر، معانا البودر جميل جدا جدا. كل المكونات دي بتتحط على العجين، على الدقيق. وبعد كده يا حبايب قلبي هنحط السمسم، ادي كوباية كاملة من السمسم. السمسم حلو ومفيد للأطفال. وبعد كده حبايبي هنحط ايه، هنقلب كده مع بعضنا الملح مع السكر مع السمسم مع الفانيليا مع باكو البيكنج باودر. المهم يا حبايبي هنحط بعد كده الزبادي بقى، دي سر الكماج الطري. دي كماج طري مهواش بتاع قرص اللي هي الدايبة، لا القرص الدايبة ما بتحطش فيها زبادي. هنحط ادي 1 معلقة زبادي، كوباية زبادي، 2 3، طبعا الزبادي بدرجة حرارة الغرفة. الزبادي يا جماعة بدرجة حرارة الغرفة علشان ما تنفعش تبقى في الثلاجة وجو برد وتعملي بيها تعجني بيها وهي ساقعة. بعد كده قشطة بتتحط كده على العجين. انا دايما بعمل الكيماج بتاعي من غير سمنة، بس لما بيبقى عندي قشطة ببقى اجمع كمية قشطة كبيرة بعمل بيها، بحطها مكان السمنة، يدوب بحط شوية زيت بس مش اكتر مع القشطة. بعد كده عشان مفيش متوفر عندي الا حتة القشطة دي بس، عملت بسمنة كده. هقلب المكونات دي مع بعضها على الجف كده، نقلبها في العجين، الزبادي مع القشطة. ده سر الكماج الطري الجميل. بعد كده يا حبايب قلبي، معلش الصوت اللي بره ده، بعد كده بعد ما دوبنا الزبادي مع القشطة وحطينا الملح والسكر والبيكنج باودر والفانيليا والخميرة، هننزل باللبن. بس هننزل باللبن واحدة واحدة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي بقى يا جماعة في الكومنتات، وقولوا لي ايه رأيكم في الكماج. ان شاء الله بعد ما يطلع من الفرن هوريه لكم. هننزل باللبن، نعجنه كده، هنحط كله 1.5 كيلو. لو عايزة تحطي 2 كيلو حطي، بس عشان لسه في سمنة، سمنة على الزيت لسه. وبعدين الكماج ما بيبقاش سمين، الكماج يا حبايبي ما بيبقاش سمين. كده يا حبايب قلبي هنزود كمان بشوية مية صغيرين، وهنقلب بقى على بعضه. يا رب يعجبكم يا حبايبي، وعايزاكم تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، تعملوا لايك، اعملوا لايك، اعملوا لايك كده يا حبايبي. نبدأ نحط السمنة،
السمنة على الزيت واحدة واحدة. نبدأ نحط السمنة على الزيت واحدة واحدة. ارفع الكاميرا شوية فوق كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. لو في زبدة بس بتبقى جميلة، الزبدة في القشطة، معلش اسف، تبقى القشطة جميلة قوي في الكماج قوي، تبقى طعم وعطية طعم جميل. هنقوم مقلبين كده مع بعضه، لازم تعجين العجين كويس جدا جدا. هنقوم مزودين بقية السمنة على الزيت شوية بشوية برضو كده، وهكمل عجين يا حبيب قلبي يا حبايب قلبي، يا رب يخليكم، هكمل عجين بس وهرجع لكم تاني ان شاء الله. العجين ما شاء الله بقت جميله وملمسها ناعم وجميله خالص، وبقت زي الملبن. هنسيبها تخمر وبعد كده يا حبايبي هنجي نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنغطيها بفوطه نظيفه بعد كده، هنشوف بعد كده هنعمل ايه. ايوه يا حبايبي العجين كده خمر، خدنا منه حته كده عشان الرخامه يا دوبك ما تاخدش الطبق الكبير. هنقرصه كده ما شاء الله، عجينته ما شاء الله بقت زي الملبن. هنقرصه كده كور، نقرصه كده اهو كده، نقرصه كده اهو واحده جنب واحده زي ما انتوا عارفين. اكيد طبعا مفيش حد في المعالم كله ما بيعرفش يقرص يقطع العجين. ما شاء الله ما شاء الله، العجينه جميله وطريه وملمسها ناعم وجميله. ده حبايب قلبي هنعمل كل الكمية دي، هنعمل كل الكمية كده. الجو برد وطبعا كل الناس عايزة حاجة سخنة لولادها، واحنا عاملين كمان عشان المدارس نعمل بهم سندوتشات للولاد، حاجة جميلة جدا جدا. ده كده بقى مش مطولش عليكم الفيديو، نعمل دول معاكم. دي حاجة، دي بتاعت القرص، دي بتاعت القرص، فرادة بتاعت القرص. نحط القرصة بس كده يا دوب زي ما هي كده ونقوم حاطين، بس لازم تحطي كيس، لازم تحطي كيس عليها من الناحية دي ومن الناحية التانية عشان تتفرد. تقومي قلبة كده معاكي كده اهو، تقومي عاملة بس ضغطة ما شاء الله تلاقي القرصة اتفردت معاكي بسم الله ما شاء الله. ده بقى اختراع تحفة تحفة تحفة. كده حبايبي كده اهو، هنعمل اللي بعدها برضو، هنحط القرص كده وبعدين نقوم حاطينها قلبين دي كده اهو. ما شاء الله بتتبطط لوحدها دي، ومبتاخدش منك بقى ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه اهي، تحطيها زي ما هي كده، بس لازم تحطي كيس وبعدين الكيس فوقيها وبعدين تخبزي كده اهو. بس ضغطه واحده بسم الله ما شاء الله بتتفرد معاكي، بتبقى جميله زي الفل. شوفوا يا حبايبي اهي، اعملوا كمان واحده اهي 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 يا حبايبي كده. نخلص بقى كل الكميه بتاعت الكماج دي ونرجع لكم ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي الكماج الطري بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله جميل ووردي، وبالف هنا وشفا يا حبايبي على قلوبكم. حطوا لايك بقى.